بقى نروح لبعد كده صور الحالات. نعم، نبدأ بالتحضير أو التحضير عند فريق تيجرز ونشوف إيه الفكرة اللي بيعملها. فرتب نتكلم تاني على عقلية مدير فني بيبحث عن الاستحواذ، وبالتالي لما مدير فني بيبحث عن الاستحواذ يبقى الكرة هتبدأ من عند الحارس وتتمرر لغاية المساك، ونشوف بقى دور الهاف ديفند. هنا ببساطة تيجرز أول ما بيبدأ يعمل البيلدينج أب بتاعه أو التحضير على طول لازم الفول باك يعمل استريتش للملعب وياخد الخط، وهنا لازم لابس أصفر. بالظبط، لابسين أصفر بالظبط عليهم الكرات الحمراء، وبالتالي لازم أول ما الفول باك ياخد الخط يا كابتن إسلام لازم على طول نلاقي لاعب من خط الوسط بدأ ينزل ويتجه يقرب من اللاعب ده. ليه؟ لأن أول ما يستلم الكرة من المساك لازم يعمل له مساحة تمرير، بمعنى الكرة مع المساك دلوقتي هيلعبها للفول باك. لو نبص على السهم اللعيب اللي رايح ده لعيب خط الوسط بيرجع يلعب كأنه مساك، يبدأ كأنه مساك ويبدأ يتجه للفول باك عشان ياخد منه الكرة، ونشوف بقى اللعيبة بتتجه ازاي تطلع بالكرة رغم ان كان في فول بريشر على فريق تيجرز في المباراة دي وكانت قدام كلوب امريكا في الدوري. نروح للصورة اللي وراها ونشوف طيب لو فشل تيجرز في مسألة الخروج بالكرة هيعمل ايه؟ هيتجه للكرات الطولية الفاشلة. طبيعي اي فريق عايز ياخد الكرة من فريق بيعمل بيلدينج اب من عند الحارس لازم تضغط عليه بشكل جيد عشان تجبره يلعب الكرة الطولية، وطبعا بتبقى سهل جدا جدا لمدافعين المنافس ان هم ياخدوا. نروح نشوف بعض الحالات الدفاعية لفريق تيجرز ونشوف ايه المشاكل اللي عندهم، نقاط الضعف اللي بيحبها الكابتن اسلام واللي برضو انا اتكلمت عليها امبارح على بايرن ميونخ وبرجع اتكلم عليها النهارده على تيجرز. ايه مشكله تيجرز؟ دي صوره معانا من مباراه الفاينل بتاع الكونكا كاف قدام لوس انجلوس اللي بيدربه بوب برادلي. بنشوف الاربعه مدافعين يا كابتن اسلام واقفين كويس جدا، مفيش اي مشكله في التمركز بتاعهم. التمركز المشكله فين؟ المشكله عند اتنين هاف ديفندرات، السبيسز اللي جنبيهم كبيره، وبالتالي عدم التحرك السريع هنا بيخلي الفريق المنافس يطلع مساحة ويطلع مساحة للتمرير والتمريرات البينية. يعني بمعنى كارلوس فيلا طبعا لاعب المكسيك الشهير وأحد نجوم فريق لوس أنجلوس، بنشوف إزاي بيهرب من الرقابة بتاعته وبيفتح المساحة لزميله اللي معاه الكورة. لو بقى نروح ل وعايزين بس نبص على آخر الشاشة في لعيب اسمه روز، وبس مش طالع معانا بس في لعيب في الآخر خالص اسمه روز. نجيب الكورة أو الصورة اللي وراها ونمشي بالحالات ونشوف الفريق الامريكي عمل ايه. الفريق الامريكي بعد ما قدر يخلخل المساحه اللي قدام المساكين بقى عنده فرصتين للتهديف، وبوكو راس الحربة الصريح واخد المساحه اللي ورا المساك بعد ما خلاص قدروا يعدوا اتنين هاف ديفندرات، وروسي الطرف اللي واخد الطرف شويه وبعد من رقابه الفول باك عنده مساحه ان الكره تتلعب له بينيه، وبالتالي دي مشكله تيجرز. مشكله تيجرز في المساحه اللي قدام اتنين مساكين، الاتنين هاف ديفندرات كبار في السن ما بيقدروش يعملوا ورك ريت عالي، ما بيقدروش يجروا، وبالتالي اي فريق قدامهم سنه صغير هيقدر يعمل عليهم هجمات جيده. دي كمان طريقه ضعف، يعني نقطه ضعف لطريقه لعب 4-4-2 نفس العيب بتاع الدحيل القطري. الدحيل القطري برضو عندهم 4-4-2 عندهم مشكله في الزون 14 اللي هي المساحه اللي ورا اثناء الارتكاز واللي قدام خط الدفاع، نفس المشكله. وتأكيدا لكلامك يا احمد دي النقطه اللي قالها كابتن اسلام في شرحه لطريقه 4-4-2، لو اللاعب اللي بيعمل المهاجم الثاني مع راس الحربه ما رجعش وما نزلش بقى عندك اثنين بس هما في خط الوسط، لو تعروا خلاص شكرا الفريق اللي قدامك هيقدر يلعب نار او يلعب ضيق ويزود عدد اللعيبه بتاعته. طيب خلينا نروح بقى للي بعد كده الهجوم. المهاجم ارقام المهاجم اندريه الارقام اللعيبه هو طوله متر، دي الخريطه الحراريه اللي بتوضح خريطه التمريرات العرضيات يا كابتن اسلام. بص العرضيات من الجنب اليمين قد ايه؟ 64 عرضيه. بص قد ايه ومنين بقى؟ من اخر الخط كمان. الجبهه اليسرى عاملين 33، ده مجهود كبير برضو خلي بالك. طبعا فده بيوضح ان الجبهه الفرقه طبعا اللي هتلاعب الفرقه دي لازم تكون واخده بالها من الحته دي تحديدا، يعني مثلا النادي الاهلي بتبقى المساحات اللي ورا معلول تحديدا ديت العرضيات. نيجي بعد كده بقى للمهاجم الاندريه جينياك، هو طوله متر 87 سنتي. ده المهاجم لعب كام مباراه في بطوله الكونكاكاف؟ ارقامه لعب 6 مباريات، سجل 6 وصنع 2، يعني مساهم في كام هدف؟ مساهم في 8 اهداف من الست مباريات. ايوه ده اللي هو المهاجم الفرنسي، هو كمان الاكثر محاولات على المرمى في البطوله
عامل 32 زي ما قلنا عامل 32 محاولة. الأكثر تمريرات بينية عامل 8 تمريرات بينية. وفي المراوغات الناجحة هو رقم 2 في الفرقة عامل 14 مراوغة ناجحة من 21. نعم. فده يعتبر أفضل لاعب في الفرقة وده محور بناء الهجمة. يعني المحور اللي لو جبنا حتى ليه صورة كده كنا عاملينها برضو حالة فنية تانية هنلاقي إن خطورة في صورة واضحة للفرقة دي إن الجبهة اليمين بتعمل العرضية وجيجينياك هو اللي بيروح على ناحية القائم القريب بيقطع وبيقوم مسجل. لا ممكن نرجع للصور حالات الهجوم لفريق تجري عشان نشرح للسادة المشاهدين إزاي جينياك ده واحد فعلا ذكي جدا وبيعرف يتحرك صح. كويس جدا رغم ان هو ما عندوش سرعه. لكن مثلا الحاله اللي معانا دي حاله في اربع صور نشرحها سريعا. دي هجمه عملوها اللي جابوا منها هدف التاهل للمونديال اللي احنا هنشوفه ان شاء الله يوم الخميس. رودريجيز زي ما احمد كان بيشرح واخد الجبهه اليمنى وبينطلق وقدر ان هو بسرعته ياخد نص ملعب نادي لوس انجلوس. تعال بقى هنا مهمتنا في الصوره دي نبص على اثنين لعيب. لوبيز اللي انا كنت بتكلم عليه البديل بينزل في الشوط الثاني ده الجناح الايسر داخل ضمم واخد المركز بتاع جينياك وجينياك مأخر نفسه. هو راجل بطيء وما يقدرش يجيب سرعة لوبيز في الجري وبالتالي هنشوف هيعمل ايه في الصورة اللي وراها. نروح للصورة اللي وراها ونشوف ان رودريجيز قدر يحافظ على الدريبلينج بتاعه ووصل لغاية منطقة جزاء نادي لوس أنجلوس. هنا لوبيز وجينياك مش معانا في الصورة بس رودريجيز في الصورة واضح جدا ان هو على مشارف انه يلعب تمريرة عرضية سواء على الأرض او سواء كرة عالية. نروح للصورة اللي وراها ونشوف بقى الخدعة اتعملت ازاي. لوبيز شاور بإيده ادى الإيحاء ان رودريجيز هيديله الثرو باس ما بين الاثنين المساكين او من ورا مورييلو المدافع بتاع لوس أنجلوس وبالتالي ممكن ينفرد ويعمل فرصة تهديف من داخل منطقة الجزاء. بيير جينياك ذكي وقف نفسه تماما وتأخر بره منطقة الجزاء وفضل ثابت ما اتحركش. لوبيز خد أنظار مدافعين ونشوف في الصورة اللي وراها اللي هيحصل. اللي هيحصل ببساطة ان خلاص لوبيز سرق مدافعين لوس أنجلوس دخل بيهم جوه منطقة الجزاء وبيير جينياك واقف بره منطقة الجزاء بدون أي رقابة كابتن إسلام وبالتالي مساحة التسديد عنده كانت سهلة جدا. شايف المرمى الحارس عنده أزمة إن قدامه زحمة جدا. بيير جينياك شاط الكرة على الأرض وقدر إنه يحرز بيها الهدف اللي أهلهم للمونديال. تريك اتعمل بشكل مميز جدا من فريق تيجريس. تمام إذا خلينا بقى نروح لأرقام. عايز تقول حاجة؟ لا الأرقام. طيب